جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع يقول أحمد، وله سؤال يقول فيه: كان عندنا مقابر في العام الماضي تعرضت للسيول فتهدمت، وقمنا ببنائها بالطوب الأحمر، فقال لنا بعض الناس إن الطوب الأحمر الذي دخل النار يزعج الأموات، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ليس هذا بصحيح، وقد أحسنتم في بنائكم على المقبرة وإصلاحها بعد جرح السيول لها، فإن هذا عمل جليل، حيث إنكم قمتم بإصلاح هذه المقبرة محافظة على حرمة أموات المسلمين، ولا مانع من استعمال الطوب أو الحجر أو الطين في بناء الجدار. نعم.